دونك صحة شريبتكم الناس الكل، مرحبا بكم. دونك نفتتح على بركة الله هذه الحلقة التكوينية عن بعد في برنامج التوأم الرقمية بتاريخ 29 مارس 2024، توا على الساعة 9 ليلا، وإن شاء الله نكملوا ماكسيموم العشرة وربع. دونك هذه الحلقة تأمنها لكم سفيرات التوأم الرقمية بجهة منوبة بن عروس تونس واحد، سيدة هيفا مجدوب. تفضل هيفا، عرف بروحك. مرحبا بكم الناس الكل. أنا هيفا مجدوب، سفيرة التوأم الرقمية في منوبة تونس واحد وبن عروس، أستاذة إنجليزية في معهد بشير نبهاني، ونرحبوا بكم معنا في السهرة متاعنا. أي يعطيك الصحة هيفا، وزاد سفيرة التوأم الرقمية بجهة صفاقس 2 السيدة فاطمة أبو عزيز. تفضل فاطمة، عرف بروحك. فاطمة أبو عزيز، أستاذة إعلامية بالمدرسة الإعدادية علي النوري بصفاقس واحد، وسفيرة التوأم الرقمية بجهة صفاقس 2. مرحبا بكم الناس الكل، وصحة شربتكم وأنستونا. يعطيك الصحة فاطمة، ومعكم زادة إيمان طقطق مرزوق اللي هي أنا، سفيرة التوأم الرقمية بجهة صفاقس واحد، وأستاذة إعلامية بالإعدادية النموذجية محسن مصغني صفاقس واحد. دونك الحلقة هذه هي بعنوان E-Twinning Successful Projects. دونك باش نعطيكم فكرة على دي بروجي تخدموا قبل ونجحوا وتحصلوا على دي بخي ناسيونو وتحصلوا على دي لابيل ناسيونو اي دي لابيل اوروبيان. دونك باش تاخذوا فكرة أكثر على كيفاش ان بروجي معناتها E-Twinning، مش نشوفوا عرض معناتها عرض للمشاريع ناجحة في 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 التوأمة الرقمية، زوز مشاريع من زوز جهات. دونك الحلقة التكوينية هذه كما قلت لكم تحت عنوان E-Twinning Successful Projects، هي تحت إشراف المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ومكتب المتابعة والدعم لبرنامج التوأمة الرقمية بالسينتير. دونك مرحبا بكم، وإن شاء الله تعمل إفادة. دونك أول حاجة قبل ما نبداو في البريزونطاسيون تاعنا، دونك باش ناخذوا كلمه مود اوفرتور من عند مدام سكينه الديكي، دونك من مركز الوطني للتكنولوجيا في التربيه وتحديدا من مكتب المتابعه والدعم لبرنامج التوأم الرقميه في السي ان تي او. مرحبا بك مدام سكينه. عسلامتكم وصحه شريبتكم، عسلامتكم في حلقه جديده، حلقه تكوينيه ضمن سلسله الحلقات التكوينيه اللي يقدمها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيه في السهرات هذه بمناسبه شهر رمضان، واللي تتواصل حتى النهار 5 أفريل. مشكورين، حب نقدم شكر جديد متجدد لسفيرات التوأمة الرقمية اللي لبيوا الدعوة في كل مرة باش يحييوا السهرات هذه بما يفيد زملائهم المربين. نشكرهم تقريبا فما كل يوم معناها حلقة تكوينية، إن كان ذلك من منهم هما ولا من فريق مصلحة التكوين. صديقتنا لاميا قاعدة تقوم بمجهود أيضا مشكورة جدا عليه، سلسلة أيضا من الحلقات التكوينية المفيدة برشا لكل من يهتم بالمجال الرقمي. وسفيراتنا كالعادة يقدموا ما يفيد في برنامجنا، برنامج التوأمة الرقمية. إن شاء الله تكوين مفيد، أو بالأحرى كما قالت إيمان باش يكون عرض لمشاريع نجحت، هما باش يكونوا معناتها مثال يحتذى من قبل زملائهم الحاضرين، كيفاش بدا المشروع، كيفاش تمت الاشتراك مع معناها مع غيرهم المربين، كيفاش تم إنشاء المشروع بين زوز وبعد يبدا يكبر، وشنو الخطوات نتاعو إلى أنه وصل أنه ياخو لابيل وياخو العلامات الجودة. إن شاء الله الجميع اللي مبتدئين ولا اللي مازالوا يخطون في خطواتهم الأولى في التوأمة الرقمية يكون لهم المشاريع هذية مثال يحتذى، وإن شاء الله ياخذوا نفس الخطوات ويأمنوا بأنفسهم، بقدراتهم، بقدرات تلمذتهم كما زملائهم اللي نجحوا. وإن شاء الله العام الجاي في السهرات إن شاء الله نعيشوا الناس الكل بخير، نقدموهم هما كنموذج لزملائهم، وهكذا دواليك إن شاء الله حصة موفقة لسفيراتنا وللمدعوات اللي ناجحين. إن شاء الله نستفيدوا الناس الكل ونعديوا ساعة وربع في جو من الإفادة والاستفادة للجميع، وشكرا لكم وتفضلوا. يعطيك الصحة مدام سكينة. دونك باش نتعديو زاد المود اوفرتور زاد مع مدام لميا جويني.
من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ومن مكتب المتابعة والدعم لبرنامج توأمة رقمية بالسنتي. تفضل مدام لميا. مساء النور جميعا، صحة شبتكم الناس كل، يعطيكم الصحة الصحة البنات على هذه الدعوة. كما معناتها أختي سكينة ما خليتش مجال الواحد باش يزيد يطول، ما نستهلكش برشا وقت، جوست حبيت نقول للحضور أنه الليلة البنات باش يعطيكم اون بروف باغ ليكزامبل، اللي يخدم يلقى في التوأمة الرقمية، اللي يجدد يلقى، اللي عنده ان اسبري اوفير، اللي يخمم معناتها كيفاش يوصل للتلامذة بطرق جاذبة اتراكتيف، معناها اللي يدمج تكنولوجيا بطريقة صحيحة، ما ينجم كان يلقى نتيجة مجهوده. المشاريع اللي باش يقدموهم لكم صحيح هما معناتها مشاريع ناجحة، لكن ما هم إلا نموذج من المشاريع الناجحة. وتونس تبارك الله كانت نجم سكينة عندها شي لستاتيستيك تقول لكم قد عنا من مشروع ناجح في تونس في 10 سنين إيتوينينك، قد من لابيل، قد من تتويج وطني وعالمي. ما نجم نقول لكم كان يعطيكم الصحة البنات على الاختيار اللي اخترتوه الليلة، وإن شاء الله تعم الفايدة، ويعطيكم الصحة encore une fois, bon courage. ميرسي مدام لميا، يعطيك الصحة. دونك توا باش نبداو إن شاء الله البريزونطاسيون تاعنا والتكوين تاعنا. دونك كيما العادة ديما نبداو اون اكتيفيتي دو برينستورمينغ عن طريق لوتي هذايا slido.com، لوتي انتراكتيف. دونك باش تحلوا تاخذوا تليفوناتكم، تكتبوا slido.com في النافيغاتور نتاعكم، وتابيو الكود هذايا 42 30 615 اللي صديقاتي فاطمه وهيفا تحطوا لكم في الشات، والا تجمعوا تحلوا انجلي في اورديناتوركم، انجلي في النافيغاتور، تكتبوا slido.com كيف يقول لك انتري كود، باش تكتب 42 30 615. دونك جوست انا اسمحوا لي دقيقه باش نعاود جو بارتاج اون اوتر فوا. Voilà. Donc, comme je vous disais, nous allons faire une activité de brainstorming. Nous allons voir vos réactions. Donc, vous allez écrire slido.com dans le navigateur. Et vous allez taper le code HVA 42 30 615. باش تلقاو اون كيسيون تحاولوا تجاوبوا عليها، هما كيلسون لي كريتير دو ريوسيت دان بروجي ايتوينينغ. دونك كيلسون لي كريتير دو ريوسيت دان بروجي ايتوينينغ. وكان ركزتوا مع مدام لميا، ديجا مدام لميا جاوبت على الكيسيون هذيا، قالت اللي جدد يلقى، اللي عنده اسبري اوفير يلقى، اللي جدد في فوالا، اللي يستعمل بيداغوجيا معناتها حديثه اتراكتيف مع صغيراتو، هذا كيف باش يلقى ان بروجي ريوسي. دونك فوالا لا فولونتي دو لا كرياتيفيتي، لا موتيفاسيون، لو ترافاي كولابوراتيف. ونحكي هوني على الكولابوراسيون، كي نقولوا فولونتي دو لا كرياتيفيتي نحكيو على لينوفاسيون، لا كرياتيفيتي، التناغم، التفاهم بين افراد الفريق. بيان سور هوني نحكيو على الكوميونيكاسيون، l'innovation, la création, voilà, la créativité, la collaboration, utilisation d'éthique, comme a dit madame Lamia Zeda, admej technologie hadifa fi el mashari' nta3kom. Houni Zeda lazem tistamlou l'outil mounasib fi el makan el mounasib, mach fi el fayda fi kathrat les outils, fayda fi hosn istamal les outils w hosn tawdifha fi el projet nta3k. La collaboration, innovation, communication, oui, la bonne utilisation d'éthique, très très bien. Donc, créativité, innovation, collaboration, utilisation d'éthique, adjectif de pédagogie ou de technologie. Donc, on y fait des outils ou des méthodes pédagogiques. Je vais vous faire un projet MTAC, Matlemeth, Zedakif Kif, adjectif de technologie,
العمل المشترك، روح التطور، التكوين باش تكون روحك، وفوريا مزيور باش تتعلم اترافير يا اما دي فورماسيون كيما هكا، والا اترافير زاد لي بارتنير اللي انت معاك في البروجي، استعمال التكنولوجيات، لا بون يوتيليزاسيون دي تيك. تري بيان، دونك نجم تقول بصفه عامه قاعدين يتعاودوا لي زيدي، نجمو نلخصوهم هو انه لينوفاسيون تعاود برشا مرات، لا كولابوراسيون، لا كرياتيفيتي، لوتيليزاسيون دي تيك، فما زاد لا كوميونيكاسيون. باه تري بيان، استعمل طرق عصريه، اعتماد التكنولوجيات الحديثه، حسن توظيف هذه التقنيات دون المس بالطرق البيداغوجيه. اي دونك ديما عندنا احنا اوبجيكتيف انه توصيل المعلومه كونفينابلمون، دونك لازم نعرف نستعمل التكنولوجيا المناسبه والطريقه البيداغوجيه المناسبه. دونك هذوما بصفه عامه لي كريتير دو ريسيت دان بروجي تونيك. دونك فما ان كريتير ناقص شويه، ناقص ما حكيناش عليه هوني، دونك تجم تقول هي لا ديسيميناسيون لو برودوي فينال دو بروجي. دونك عندنا في الاخر احنا ان برودوي نحبوا نوصلوا له، بطبيعة البرودوي هذايا عن طريق فما دي كريتير قبل لازمنا نحققو، هما لينوفاسيون، لا كرياتيفيتي، لا كولابوراسيون، يوتيليزاسيون، لا بون يوتيليزاسيون دي تيك، لا كوميونيكاسيون، لا كوبيراسيون انتر لي بارتنير، تري بيان، لا كوردينياسيون انتر لي بارتنير. دونك نستناو شويه، مازالو قاعدين لي بارتيسيبون يكتبوا. دونك بالنسبه لي خلف البط فما كيو ار كود تجمو زادا تقراوها بتليفوناتكم، تتحصلوا ديريكتومون على لاكتيفيتي هذيا، والا تجم تابي slido.com، فما ان كود لودا تابي 42 30 615، وتجاوب على الكيستيون كيل سون لي كريتير دو ريوسيت دان بروجي اي توينينغ. دونك هذوما لي ريبونس دي ديفيرون بارتي، لي ديفيرون ريبونس دو تو لي بارتيسيبون، ولا دو 14 بارتيسيبون. دونك عندنا 15 توا، استعمل التكنولوجيات الحديثه. اي دونك هوني مهم برشا استعمال التكنولوجيات، سورتو لي زوتي كولابوراتيف اللي تعطيني ان برودوي فينال كولابوراتيف، هذايا مهم برشا. والطرق البيداغوجيه زادا الاي توينينغ علمنا برشا طرق بيداغوجيه جديده كيما البلندد ليرنينغ والبروجيكت بيزد ليرنينغ. باه دونك فاطمة وهيفا نكتفيو بالعدد هذايا من لي ريبونس، والا نزيدو نستناو شويه؟ في بالي سفا. باه تري بيان، دونك يعطيكم الصحه. دونك كملنا لاكتيفيتي دو برين ستورمينغ، توا باش نتعداو لي كريتير دو ريوسيت دان بروجي ايتونيك، وباش نعطي باغول صديقتي هيفا باش تزيد تعطيكم ولا تزيد توضح لكم اكثر لي كريتير دو ريوسيت دان بروجي ايتونينغ هي وصديقتي فاطمه. دونك تفضل هيفا. يعطيك الصحه ايمان، يعطيهم الصحه لي بارتيسيبون الكل على التفاعل نتاعهم في سلايدو. بالفعل يعني برشا معايير تم ذكرها في وسط سلايدو كيف ما شفنا. اليوم باش نحكي لكم على المعايير اللي نعتمدوها ولا يعتمدوها الـ NSO، وخاصة في الـ e-twinning معناتها باش يقيموا المشاريع متاعنا. باش يكون سيرفول، ما هوش باش ندخلوا في تفاصيل اليوم، ان شاء الله مره اخرى باش نخصوا حصه كامله باش نحكيوا فيها على المعايير بكل تفاصيلها. دونك باش تعرفوا معناتها منين جات الفكره هذه، باش تعرفوا انه المشاريع اللي باش يتم عرضها بعد شويه كيفاش تم تقييمها. يعني وانتم زاد نتصور انكم انتم فيكم دي نوفو زيتونور، وحتى كان مش دي نوفو زيتونور ماذا بيكم معناتها تعرفوا كيفاش يتم تقييم مشاريعكم في التوائم الرقميه. اذا المعيار الاول اللي هو موجود، فما شكون تسمع فيا ولا واضح صوتي؟ هو الى اي مدى مشروع معناتها نحكي على الكرياتيفيتي بيداغوجيك. ايمان مازلت
بدلت انت سلايد يا ايمان، كنت ارجع السلايد مازلت ما كملتهاش. هاي مشاع دونك كيف نحكي على داكور به. اذا قلت اذا كان نحكيوا على الانوفاسيون والكرياتيفيتي بيداغوجيك، نحكيوا على الترابط بينها واختيارنا لهال لي زابروش هذوما مع لي زوبجيكتيف اللي احنا محددينهم. معناتها لازم يكون فما علاقه ما بين الاهداف والانشطه اللي باش نقوموا بها في وسط المشروع نتاعنا. لازم ننصوا على الاهداف وشنو هي العلاقه نتاعها بالانشطه اللي باش نعملوها. كذلك معناتها لازمنا نحدوا من قبل شنو هما لي براتيك دونسينمون اي دابرونتيساج، شنو هما لي تكنيك اللي باش نستعملوهم في وسط ان بروجي تونيك. نحدوه من قبل مهما كانت التكنيك ولا مهما كانت لابروش بيداغوجيك اللي باش نختاروها في مشروعنا، لازمها تخلي التلميذ هو اللي يكون فاعل في عمليه التعلم. وبالطبيعه هذيا باش ينعكس من بعد على الانشطه اللي باش يقوموا بها التلميذ اللي هما باش يكونوا فيها ياخذوا القرارات ويحددوا الانشطه اللي ولا كيفيه الانشطه اللي باش يقوموا بها. دونك ما ننساوش باش نكونوا مجدين لهنا في اختيارنا لبعض لي زابروشي. المعيار الثاني هو الانتغراسيون دو بروجي او بروغرام سكولير. كيفاش ندمجوا المشروع نتاعنا ولا الانشطه هذه في البرنامج الرسمي اللي ندرسوا فيه؟ ولهنا ممكن معناتها يعني يلزمنا نصرحوا بها نوار سور بلون، ما يكفيش انه انا نكون على درايه انه انا نعرف انه البروجي نتاعي هذايا راهو باش يكون يلتخيت ان تيم مثلا في برنامجي باش نعلم هذا مثلا انا مثلا نعرفش انا تصريف الافعال في الماضي في اللغه الفرنسيه، هذا انا نعرفه كمدرس، ولكن يلزمني انا نصه ونكتبه نوار سور بلون في الاسباس دو بروجي نتاعي في البلان نتاعي، يعني يكون موجود فيرباليزي ومكتوب. دونك انتغراسيون ما يكفيش انه تكون مدرجه في البرامج الرسميه نتاعي معناتها الانشطه، زاده لازم يكون فما في البروجي يمس اكثر من ماده، ماده او اكثر. ولهنا مع دي زونسيون معنا في وسط المؤسسه التربويه ولا مؤسسات اخرى. ما نعرفش فما شكون يقول لي صوت مقطع، انا معناتها هذيك الانترنت الالغال. كان فما حاجه ما سمعتوهاش تحب نعاودها نجم نعاود. دونك كيف شنو ما هما لي كومبيتونس كلي نتاعك؟ ولهنا ما يكفيش انك زاد تقول راني انا عندي دي كومبيتونس باش ننميهم وباش نطورهم، ولكن ايضا يلزم لي كومبيتونس كلي اي لي ابتيتود نتاعك في المشروع ولا في الانشطه تكون في علاقه بالكونتينو اللي انت تخدم عليه، وفي علاقه باللي جيكتيف، وفي علاقه زاده كيف بالايفالواسيون، يعني هذوما يكونوا مترابطين مع بعضهم. دونك ابتيتود وكومبيتونس مع لي كونتينو مع لي زوبجيكتيف مع لي اكتيفيتي اي ايفالواسيون. داكور. دونك نتعداو للمعيار الثالث اللي هو الكولابوراسيون انتر لي ايتابليسمون بارتنير. لهنا معناتها هذه اهم عرصه من العروس نتاع اي مشروع في إتوينيك، معناتها بلاش بها ما تنجمش تكون عندك ما تنجمش تحكي على مشروع إتوينيك من غير الكولابوراسيون ما بين سواء معناتها ما بين انت ودوتر زيتابليسمون دوتر بارتنير. ولهنا لازمك انت تو اتابلي، معناتها ساهل ان نقولوا احنا عملنا كولابوراسيون، ولكن الصعيب في الحكايه أن وقت اللي تبدأ أنت باش تدخل في مشروع تبدأ محدد مسبقا شنو دور المشروع هذا، شنو دور لي بارتنير نتاعك، شنو دور التلامذة في الأنشطة اللي باش تقوموا بها. وهذا يلزم يكون موثق عندك، معناتها لازمك تقارد تخاص من أي حاجة تقوم بها مع زملائك تبين هالكولابوراسيون هذه. كان عنا أن بلان عملناه مثلا بعد
لنا كيف اون غارد دو تراس، هذا الكل باش يدلنا على من بعد انه وقت التقييم للمشروع نتاعك باش يبين كيفاش صارت الكولابوراسيون هذيا. واذا في الاخر بالكل عندنا كيفاش وصلت للمنتوج النهائي نتاعك عن طريق الكولابوراسيون، يلزمك تبين هذه تو ديمونتر معناتها توريه معناتها باغ بروف كيفاش وصلنا للمنتوج هذايا. ولهنا نحب نقول معناتها حاجه في السياق هذايا انهم معناتها يلزم يكون لا كونتريبيوشن انديفيديوال نتاع كل تلميذ للبرودوي هذاك هي كونترلاسي معناتها ما تنجمش تفرز شكون عمل شنو في الاخر بالكل في وسط لو برودوي كوما. ولكن حتى كي انت معناتها تنجمش تفرز شكون عمل شنو، انت تو ديمونتر بعد في الايفالواسيون وقت لابيل دو كاليتي تو ديمونتر لو بروسيسوس كيفاش وصلت انت باش عملتك الاكتيفيتي هذيك كومون. داكوردو، اذا انا كملت البارتي نتاعي باش نوحي الكلمه تويك لفاطمه. يعطيك الصحة هيفا، يعطيك الصحة هيفا. بون نكمل في الكريتير، احنا وصلنا توا للكريتير الرابع لوتيليزاسيون دي زوتي نيميريك. بطبيعة ما نقولوا مشروع توأمة رقمية كاين ما نستعملوا لي زوتي نيميريك، وهنا لازمنا نشوفوا التلامذة اول كريتير سو كريتير لو شوا لوزاج دي زوتي نيميريك. دونك هنا التلامذة لازمهم باش يستعملوا لي زوتي نيميريك هذوما ادابتي على لوغ اش، يعني ما نجيش انا نختار مثلا اوتي يفوق مقدرات تلامذتي مثلا، خاطر هما اللي باش يخدموا في التالي التلامذة. نختار الاوتي المناسب لتلامذتي، بطبيعه لتلامذتنا الناس الكل لي بارتنير الكل معناتها باش يتفاهموا على الاوتي المناسب لاعمار تلامذتنا وباش هما يصنعوا لي برودوي نيميريك هذوما. دونك واحسن حاجه انه ديما نحطوا في توين سبيس لي تيتوريال لتلامذتنا باش يكونوا هما معناتها اوتونوم في اليوزاج نتاع لي زوتي هذوما. بون السو كريتير لا جيستيون دو توين سبيس. دونك هنا توين سبيس l'organisation du Twin Space permet-elle que les visiteurs puissent suivre clairement l'organisation pédagogique du projet de son déroulement. Et par exemple, nous notre le مشروع visiteur مشروع كيف ندخل هنا على الباج لي باج دو توين سبيس، اسكو مفهوم معناتها لي باج لورغانيزاسيون بيداغوجيك نتاع لي باج لي زاكتيفيتي، اسكو مفهومين معناتها انا نجم نقدر نفهم المشروع وقت نزور التوين سبيس والا لا. دونك لا جيستيون دو توين سبيس مهمه برشا في الخدمه في الاوكور دو بروجي، يعني كيف نخدم انا المشروع نتاعي. دونك لازمني نعرف كيفاش ننظم لي زاكتيفيتي لي باج لي فوروم دو ديسكوسيون لي ريونيون لي ريونيون اون لين ايتترا ايتترا. بي بيتي سي انترنيت ريسبونسابل اي دووا دوتور. هنا باش نقولوا دون كال ميزور توت لي كيسيون لي ا لا كونفيدونسياليتي اي لا سيكوريتي سون ريزولو دو مانيير ساتيسفيزانت. هنا لازمنا نقولوا ديستينكسيون اديكوات انتر لي كونتوني كي بوف اتر روندو بوبليك اي سو كي دواف ريستي بريفي. معناتها احنا في توين سبيس فما مثلا دي باج نجمو نحطوهم بوبليك، فما دي باج نجمو نحطوهم لازمنا نحطوهم بريفي. لازمني نعرف كيفاش انا جو جير سا. لي نورم اي لي ريغل دو كوندويت claires sont établies pour les enseignants et les élèves. من الأول أنا عندي les règles de conduite معناتها نعطيهم les enseignants les معايا les partenaires les élèves نتاعي. لازم نعرف يعرفوا هالقواعد هذيا، يعرفوا النتيكيت أخلاقيات والسلوكيات اللي باش يخدم عليها tout au long dans ce projet. Les conditions de licence de droit d'auteur relatifs aux documents utilisés sont respectées. هنا libre de droit ou pas. يعني هنا entre parenthèses le copyright ou phase هذيك الكل. Donc les التلميذ يعرف يجي مثلا تصويره من الانترنت مش ينسبها directement روحه هذيك التصويره. Et c'est pas, c'est une image يعني libre ou pas. لازم هذا الكل يعرفوا التلميذ. باه نتعداو للكريتير الخامس والاخير اللي هو كما قالت زميلتي سعيكه في البرين ستورمينغ ايمان، قالت فما كريتير اللي هو وصلناش للريزولتا نتاعنا ريزولتا امباكت دو بروجي. معناتها رياليزاسيون دي زوبجيكتيف ديفيني. انا من الاول كنحط دي زوبجيكتيف وصلت لي زوبجيكتيف هذوما ولا لا؟ معناتها انا سطرت هنا اهداف لازمني نوصل لهم، نوصل للي برودوي اتوندو نتاعي. انا قلت راني باش نعمل كذا ومش نعمل كذا ومش نعمل كذا.
وصلت لهم وقال لي لا مش نعمل اي بوك، مش نعمل مجله، مش نعمل نعرفش انا فيديو كولابوراتيف شانسون. دونك اللي سطرته كل من الاول وصلت له وقال لي لا جو دوا معناتها فيريفي سا. دونك ليفالواسيون دو بروجي حاجه مهمه برشا في مشاريع التوأمه الرقميه. Avez-vous prévu un dispositif d'évaluation pour les professeurs et les élèves? هنا عندنا l'évaluation pour les enseignants, l'évaluation pour les élèves. ونجمو زيدا ناخذوا اراء لي بارون، ندخلوا زيدا لي بارون يقولوا رايهم في خدمه صغيراتهم. لي ريزولتا هذوما بطبيعه لازمهم يكونوا اناليزي، وبطبيعه دون لو ميور دي كا une évaluation a été proposée à d'autres membres de la communauté éducative. Zeda nejmo nsoufou ara kima nkoulou l'entourage mtaana. Dissémination et impact du projet. Donc hna haja mouhima barcha eni lazemni n'amel diffusion de mon projet au cours ou bien à la fin de sa réalisation. Nejem ena nkhdem fel mashroua kol marra jini fursa eni n'arif bel mashroua mtaari في ليكول نتاعي، البرا من ليكول نتاعي، في البريس، في الكوميونيتي نتاعي، وين ما تلقى انت عندك صوت تحب توصل البروجي نتاعك تجي تعمل حفله سيريموني معناتها تاع اختتام المشروع في الاخر نتاع المشروع، تجم معناتها تخرج تحكي عليه في اي بلاصه كانت المشروع نتاعك. دونك هذا هو الكريتير الاخير. ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم. وتوا باش ننتقلوا لضيفنا، وينكم يا ضيفنا؟ مدام حميده ومدام سونيا. دونك نتعداو السلايد اللي موالي. دونك نو زانفيتي اليوم بالصدفه دو بروف دو فرونسي بالصدفه في الحلقه الثانيه حميده. وي باش ما يقولولناش جماعه الفرونسي يعطيكم الصحة على الحضور وتلبية الدعوة. مش بيقولوا نجمعة الفرنسية راهو صعب علينا، راهو احنا الإتوينيك اهو دو بروفيسور دو فرنسي ويخبوا ما شاء الله عليهم ومتألقين متميزين. وحميدة نوفو إتويناز يعني عمي والبركة دخلت الإتوينيك وشيخت عليه تو تحكي لكم على التجربة متاحة. شكون باش يبدلوا البنات، حميدة ولا سونيا؟ اللي تحبوا اللي تحبوا. تبدا حميده مستعده؟ اوكي حاضر ان شاء الله. عرف بروحك وعندك البرتاج وعندك الميكرو والساحه ليك يا حميده. ديزولي ايمان عندي ايمان عندي سلايد اللي بعدها على خاطر هكا سي بون. اوكي دونك حميدة عرف بنفسك يا حميدة. مساء الخير، حميدة بن عايشة بروفيسور دو فرونسي دون لو ليسي سيكوندير فرحات حشيت قرقنا. دونك سيتي ما بروميير اكسبيريونس باللي توينينغ عملناه الاول عام. كيما قلت انت فاطمة على الاول كنت خايفة على الاخر انفورماتيك وحكايات، بورتون اني معناها نحب الدومين هذا على الاخر مي كنت خايفة منه، مي بالحق معناها كيف جربت وكل شيء حاجة محلاها على الاخر تلقى روحك فيها بالباهي بالباهي زادة، وتمشي برشا مع اللونغ فرونسيز على الاخر خاطر فيها ديز اكتيفيتي جدد نجمو نبداو نخدمو بيهم ونشجعو بيهم التلامذة، سورتو انه احنا عندنا المشكله معناها نتاع النيفو طايح في الفرنسي بالرسمي تشجعهم برشا برشا. ودايور فما برشا تلامذه ضعاف ولاو يحبوا يدخلوا، وسناء دوب رجعنا مادام فما بروجي اتوينينغ سناء ولا فوالا. دونك باش تبدا البارتاج فاطمه. اي دونك دقيقه نعطيك البارتاج. اوكي بي. تفضل عندك البرتاج مدام حميدة إن شاء الله زينة. ميرسي عايشك. أختو ليكرون. جيس لحظة. وصل البرتاج ولا؟ ألو تسمعوني؟ لا باز انكور باز انكور. زيد يا حميده البارتاج زيد. اوكي لحظه لي سير في عقلك يجي توا سي بون سايي وصل. اي
اوكي بي. الوغ تقديم المشروع بطريقه معناها قصيره شويه من بعد نعطيكم لي زيتاب الكل. مشروعنا كما قاعدين تشوفوا فان ليرنينج تروث جيمز يعتمد بالاساس على التعلم بواسطه الالعاب. اعتمدنا في المشروع هذا انا وزملائي الكل على عده انشطه تشاركيه في المجالات التعليميه سواء معناها في المدارس الابتدائيه او المعاهد الثانويه او الاعداديات. اعتمدنا بالاساس على العاب كما الكاوت والكويزيز اللي بدينا بهم سورتو كونسيرنون لو كود ايتوينيك. قمنا زادا كمان توج نهائي برودوي فينال قام التلاميذ الاكثريه معناها هم اللي قاموا بالشيء هذا. اعداد قصه رقميه مصنوعه من الكرتون حول اليوم العالمي للانترنت وكيفيه حمايه انفسهم خاصه في العمر هذا معناها المراهقه وكل من الانترنت. كان ذلك بواسطه زوز ادوات رقميه اللي هما البيكستون وستوريج جامبر. قام التلاميذ ايضا باعداد معرض جاليري فيرتويل باستعمال تقنية إيميز قدموا فيها أشهر المواقع الأثرية والمحميات الموجودة في بلدانهم كما قاموا أيضا بتقديم بلدانهم. أخيرا قمنا بتقسيم تلامذتنا في نطاق الأكتيفيتي الأخرانية اللي هي فيوتشر جوب. قسمنا تلامذتنا إلى مجموعات متنوعة من كل البلدان حسب بيانسور اختيار التلامذة. كل تلامذة اختاروا شنية المهنة اللي يحبوها وقاموا في الأخير باعتماد سكو سبيس بإنجاز مشاريع واضحة تعتمد بالأساس على تقديم المهن اللي هما كانوا يحكيوا عليها. هذا كونسيرنو تقديم المشروع. ألوغ في الأول بدينا بتحديد لوغير تايم لاين متاع المشروع متاعنا كل شهر شنو مش نخدمه فيه. امتد المشروع متاعنا من فيفري من جانفي بلوتو بدينا ولو احنا بدينا مؤخر شويه عم ناول اكوز دو لا مينتونس دو لا بلاتفورم. دونك بدينا من جافي كيفاش قدمنا المشروع للتلامذة اعطيناهم فكره عليه كيفاش هما تخيلوا المشروع نتاعهم. بعد بدينا بشويه بشويه بالبرين ستورمينغ ولا ايس بريكينغ. بعد مارس عملنا الكونكور دو لوغو. افريل عملنا كولابوراسيون 3 دي نتاع الجاليري فيرتويل. خدمنا بعد في ماي على الفيوتشر جوب وفي جوان بيان سور خدمنا على ليفالواسيون وديسيميناسيون اي انفان اون ا الحمد لله الكاليتي بري دو كاليتي. الو بدينا اول اكتيفيتي بدينا بها اللي هي حاجه لازمه على الاخر اللي هي الادميسيون بارونتال باردون. مكنا التلامذه نتاعنا الكل من انهم يعلموا الاولياء نتاعهم اوكي بانهم مش يكونوا طرف في مشاريع رقميه ومش نشروا تصاورهم كسوا في الجروب اتوينر والا على المنصه البلاتفورم اسي. هذه أول خطوة. من بعد تعدينا كيفاش on peut intégrer la gamification bien les jeux dans l'apprentissage. Donc là, vous avez une vidéo, une courte vidéo dans laquelle on a présenté certains jeux avec bien sûr la définition ou bien la présentation du jeu qui met le caout, qui met le cuisine, qui met برشا ألعاب أخرى اللي تمكن التلامذة من أنهم يتعلموا بطريقة soi-disant جديدة. اوكي وبعيده برشا على المول القدم وعلى القوالب الجاهزه القديمه نتاع التعليم. des exemples concernant les jeux génial quizzes code combat اللي هما استعملناهم في برشا اكتيفيتي قدمنا بهم في البروجي. هاديو سلايد من بعد قاعدين تسمعوا فيه الصوت واضح؟ وهي صفا حميدة مانيش قاعدة نزرب معناها قاعدين تفهموا فيها يزيتوا ينغلي معنا إن شاء الله يكونوا فاهمينك بريقل. من بعد من بين لي زيتاب دو بروجي ليتيكيت دو بروجي. دونك لهنا مرحله بالنسبه لنا مهمه على الاخر خاصه للتلامذه بما انهم يدخلوا في مشاريع جديده. ليتيكيت دو بروجي شنو هي بالاساس؟ هي انهم يقراوا الكود دو كونتويت دي زيتوينور. لهنا اني واحده من الناس ومتاكده انه زملائي قاموا بنفس الشيء خرجوا الكود اتوينينغ بالنسبه للتلامذه قراوه عرفوا شنو يلزمهم يعملوا شنو ما يلزمهمش يعملوا. كما كانت تحكي زميلتي فاطمه بكريكا على لي دووا توتور اي انسي دو سويت. دونك احنا لهنا بالاساس ركزنا على الاحترام اللي يلزم يكون ما بين التلامذه اوكي لي زيتوينور معناها انه احنا فهمناهم كي مش تدخل على البلاتفورم مش تلقى معاك تلامذه من بلدان اخرى اللي هما دي زيليف بارتنير معناها في البروجي نتاعنا. فهمناهم كيفاش يلزم يكون الاحترام متبادل بيناتهم كيفاش ما يلزمناش نتجاوزوا قواعد لي زيتوينور. فوالا دونك دي فيديو لور دي كيل لي زيليف سونت ان تران دو ترافايي اون اوتر فيديو
لهنا تشوفوا في التصاور فيها الكود اتوينينغ اللي في الاخر كملنا به بار ان جو كولابوراتيف اون ديريكت افيك كاوت سيتي لوكازيون بور لي زيليف دو جوي دو ساميوزي اي بيان سور دابراندر فوالا اوكي دون لي فيديو دون لكيل لي زيليف سون ان تران دو كونسيفوار اوكي لو كود كونديت اتوينينغ غادي نشوفوا لهنا جي مونسيوني لي زوتي كنا ايتيليزي كيما جوجل دوك كيما الكاوت اللي استعملناهم في لي زكتيفيتي هذوما هنا اوكي alors par la suite étape suivante c'était la présentation donc la présentation premièrement introduction des enseignantes on était des enseignantes uniquement Fatma haka wala Oui, oui. voilà, équipe de fin. Donc, tout d'abord, la présentation ou bien l'introduction des enseignants. On s'est présenté dans un Padlet, puis l'introduction, l'inscription des élèves. Et on a fourni aux élèves le lien avec lequel ils peuvent se connecter à la plateforme et se présenter. Par la suite, introduction des établissements et enfin l'introduction des pays. Voilà. Alors, je vais vous présenter ici la présentation des enseignantes sur le Padlet qu'on a réalisé. Vous voyez ici, chacune d'entre nous s'est présentée. Elle a parlé de son expérience concernant l'étwinning. Par la suite, vous avez ici l'introduction des élèves. OK, voilà, les élèves se sont présentés. Voilà, Madame Hamida. Oui. مدام حميدة سامحني كنت تمشي تعمل دياكوراما عن شختي اوكي ميرسي يعطيك الصحة تفضل اوكي جو كومونس ا بارتير دو لا دياپوزيتيف اكتويل اوكي سي بون هكا واضح مدام ايمان لا مازال مش دياكوراما ماهوش دياكوراما لوطا لوطا فما كاس بحذا الزوم لحظه فوالا سي بون توا لا مش ديابوراما يعني عندي ولا دي ها لا مش كونيكسيون كونيكسيون اني ولا عندي اني عندي ولا دياپوراما راهو les élèves donc après avoir créé les élèves au projet ils se sont présentés en utilisant Avatar Maker donc pour créer leur avatar ils ont interagi entre eux OK يا حميدة تراه حاول انك تنحي البارتاج وتعاود البارتاجي خاطر اي باش تظهر الديابوغرام اللي نحنا باهي داكور دوي اغيتي البارتاج يعني تو نعاودي باهي واضح مدام فاطمة توا راحت اي ترا انا نرى فيك تحط في الديابوغراما لكن ما ظهرتنيش لي شفتك يعني نزلت على الديابوغراما لكن ني با كلير بور نو باهي مش مشكلة امشي ريجل مش مشكلة باهي نكمل معناها كمل باش ما نضيعوش الوقت ما يسالش باهي داكوغ اوكي Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ils se sont présentés, ils ont utilisé Avatar Maker pour créer leur avatar. Il y a eu des interactions entre les élèves, ils ont mis quelques commentaires, ils ont communiqué, et c'est l'objectif recherché à travers ce projet. Okay? Donc, passons juste un instant. Voilà. Je ne sais pas si tu as dit, Madame Fatma. دياپوراما باهي نحي دياپوراما نحي دياپوراما وقعد كيما كنت ساعة على الأقل نجم نتبعوك بالباهي باهي اوكي ألوغ لهنا بريزونطاسيون دي فوالا
la présentation des établissements sur une carte collaborative. Bien sûr, les vidéos étaient réalisées par les élèves. Ils ont réalisé des vidéos. On a mis ces vidéos-là sur cette carte collaborative. Ils ont fait aussi, ils ont pris des images, des photos concernant leur établissement. Ils ont réalisé aussi des audios avec leur propre voix pour présenter leur établissement. OK. Alors, par la suite, nous avons passé au jeu. Avant le jeu, je m'excuse. Ils ont réalisé sur le Google Doc des présentations des pays. Les élèves étaient divisés en groupes. Chaque groupe est chargé ou bien est concerné par l'un des pays qui sont partenaires dans le projet. Par exemple, nos élèves, les Tunisiens, ils ont présenté l'Italie. La Tunisie était présentée par les Italiens et ainsi de suite. Hein. Donc, ils ont fait des recherches, ils ont sélectionné les informations à mettre sur le Google Slide, ils ont lu ces informations et ils ont présenté les pays partenaires dans ce projet. Voilà donc quelques exemples des travaux. Voilà. OK. Voilà les équipes, la présentation de tous les pays réalisée par les élèves. Activité suivante, c'était le logo contest, le concours de logo. Chaque groupe d'élèves a réalisé un logo, a créé un logo. Donc, en utilisant les outils proposés ici, vous avez toile, logo crisp, poster mont mur. Et par la suite, après avoir créé ces logos, les élèves ont voté donc à travers le Google Form. Donc, ils ont voté pour choisir le logo final qu'on a déjà présenté dans la première image de cette présentation. OK. Alors, par la suite, activité suivante, c'était bien sûr le Safer Internet Day, ce fameux événement. Les élèves ont réalisé deux activités pour célébrer ce jour-là. Tout d'abord, ils ont réalisé un magazine collaboratif avec Pixton et StoryJumper. Okay, je vais vous montrer ce produit final. Okay, voilà. Donc, et encore plus, ils ont rédigé des conseils dans un magazine. Ils ont joué par la suite lors de notre deuxième live meeting entre les étudiants. Ils ont joué sur la bonne utilisation de l'Internet. OK. Et enfin, on a utilisé Google Doc pour mettre les questions posées par les partenaires. Slide suivante. Collaboration, donc la galerie virtuelle réalisée par les élèves dans lesquels ils ont présenté les pays, les monuments célèbres de leur pays. Les élèves ont joué le rôle des ambassadeurs en présentant leur pays d'une manière originale. Donc, cette galerie virtuelle était réalisée à travers différents outils numériques qui m'a le Canva, qui m'a l'Emaïs et la Belhaq Mziana Yasser qui fait خدموا بها معناها جاليري فيرتوييل محلاها كما قاعدين تشوفوا ياسر مزيانة. فوالا. Alors, activité suivante. Voilà. Encore, on parle de la présentation des pays. OK. Et enfin, l'activité concernant les métiers de l'avenir. En utilisant bien sûr Co-space. لهنا كما قلت بكري كالتلام ذا تقسموا إلى مجموعات من جنسيات مختلفة. كل مجموعة خدمت بطبيعة المهنة اللي فضلتها. خدمنا على الانفورماتيسيان، خدمنا على الافوكا، خدمنا على البروفيسور، الاسكرونوت. وبالحق عملوا حاجات مزيانة على الأخر كما قاعدين تشوفوا في الفيديو هذايا كما تشوفوا في المدينة بالحق اللي خلقوها التلام ذا بطبيعة بالكو-space. ياسر شيخو بها الاكتيفيتي هذيا يعني مثلا تلامذتي فما شكون خدم على الاسترونوت فما شكون خدم على البروفيسور وعملوا ايكول فيرتويل وخدموا بالاشتراك بيان سور مع تلامذه الاخرين خدموا خدمه مزيانه برشا برشا شيخو بها على الاخر كيما قاعدين تشوفوا على محلاها الخدمه. A doctor's job involves providing medical care.
كما قاعدين تسمعوا تلامذة هم اللي قدموا المادية، وهذا الهدف من التريننج بالحق، معناها كيفاش ندخلوا في الابرنتيساج. لهنا الاكسبرسيون اورال عند التلامذة كيفاش ينجموا يستغلوا النوع هذا من المشاريع باش يحسنوا من الاكسبرسيون اورال نتاعهم. فوالا الوغ بعد هذا ديما تابع معناها الفيوتشر جوب. في الاخر مش نحكيوا على لايف ميتينغ، خدمنا بالحق، كانوا لقاءات مزيانه برشا بين التلامذه، خاصه كي تلقاهم يلعبوا فيها وكيفاش يحبوا يربحوا وكيفاش تلقاهم موتيفي باش يشاركوا ويجاوبوا في الاسئله هذه. في الاخر لا ديسيميناسيون بون، بالنسبه لنا احنا مثلا تعدينا عندنا، كان عندنا باساج على راديو دوس فاكس، قدمنا فيه المشاريع نتاعنا، وخاصه الاهم من هذا الكل من انه احنا نحضروا التلامذه اللي هما بالنسبه لهم كانت تجربه اولى انهم يحضروا في اذاعه ويقدموا الخدمه اللي خدموها وشافوا بها بالباهي بالباهي معناها. ونهارتها تلقاو تلامذه كسوا تلامذه ثاني، تلامذه افتكار، تلامذه فاطمه، زميلتنا زادا شدليه، فوالا تلقاو وكان بالحق نهير مزيان برشا. غير لذا زيدا نشرنا المشروع نتاعنا والبرودوي نتاعنا على لي ريزو سوسيو، كو سوا لي زيتوينور والا زيدا على الباج نتاع الفيسبوك نتاع المعهد والا المعاهد والاعداديات والمدارس. نشرنا زيدا على الباج على القناه شين يوتيوب نتاع الليسي نتاعنا، على شين يوتيوب نتاعنا. اوكي، وفي الاخر بالطبيعه اكيد مجهود كمان هذا مش يدعموا انه احنا نتحصلوا في الاخر على الشهاده نتاع الجوده. اوكي، تحصلنا عليها كما تشوفوا في التصويره لهنا، لابيل دو كاليتي ناسيونال، وكان التكريم بالحق من عند الوزير، وكان من هاير محلاه محلاه انه تلاقينا، وبالحق الربح وفرحه الربح ما احلى شيء منها. فوالا هذا هو المشروع نتاعنا، وفي الاخر نقول لكم ميرسي بور فوتر اتونسيون. فوالا ميرسي بور فوتر اتونسيون. يعطيك الصحة حميدة. المشروع هذا كيما تحصل على اللابيل دو كاليتي ناسيونال، وتحصل على اللابيل دو كاليتي أوروبيا، وتحصل على الجائزة الوطنية لسنة 2023. يعطيكم الصحة الشركاء الكل، ويعطيك الصحة حميدة. خفيفة نظيفة حميدة، يعطيك الصحة دولو في وقتك. إن شاء الله نكون عليها ذكرت المراحل الكل بطريقة واضحة، إن شاء الله نكون ما زربتش وتكون استفدت، وخاصة بالنسبة لزيتوينور. المنهجية كانت واضحة، يعطيك الصحة حميدة. ننتقل لمدام سونيا. وي عسلامة. شكون كان فما شي سؤال ولا حاجة ولا حاجة كمل مدام سونيا؟ مرحبا مدام سونيا. خلي فرد مره لي كان عندهم دي كيستيون اي كي نوت دي كيستيون نتاعهم باش هكاك ما ينساوش لي كيستيون اللي عندهم المدام حميده بعد ما تكمل سونيا. باهي مدام سونيا تفضل. نعم. مرحبا بك. مرحبا. قدم بنفسك. شكون يبارتاجي لها التقديم نتاعها؟ امونه. لا، اول حاجه مرحبا بك مدام سونيا، فرحانه برشا اللي انت معنا. عايشه. اي البارتاج عندك انت، تنجم تبارتاجي لي كونتاك تاعك. اي لا، حبيت جوست البريزونطاسيون تجي لها كم بارتاجي انا. لحظه بركه، لا سي بون بارتاجي. بدنا نبارتاجي فاطمه. لحظه بركه يا سونيا. اي داكور اون مينوت. اي سافا سافا. مرحبا مدام سونيا. اي دونك سونيا مرحبا بك. Oui. Ah, donc Sonia Souiri, استاذ فرنسي في معهد النبهاني حمام لب. قدم انت روحك. مع هيفا. الصوت مشي نسخه، عطيتوني لا بارول. لا لا سي tu as la parole. اوكي. عندك انت لا بارول. دونك استاذ فرنسي في معهد النبهاني حمام لب. من 1998 القرن اللي فات. والمشروع إتوينيك خولي نخدم بطريقة جديدة، خاطر كما تعرفوا البرنامج ما تبدلش، ما تبدلش بخيسك بالكل، ولات حاجات مغلقة، كل أستاذ يقلق التلميذ كيف كيف انكونسيامون، الدروس تولي غير برباتيف شوية. دونك إتوينيك جاء في وقته الحقيقة،
وليت كل عام بخيسك مشروع كان مش سنين دوك فريمون الطريقه هذه نتاع التدريس حلوه وعجبتني على الاخر و... وخلتني نعاود معناها كيفاش نقول باسكو جيمو ميتي كيما مكتوب خديت البريزونطاسيون هاي فيعطيك الصحه دونك جو سوي باسيوني بار لانسينمون اي الحاجه اللي جات مع ايتونينغ هي لينوفاسيون و لا لا كرياتيفيتي فوالا دونك نبارطاجي Et merci pour la présentation. Haïfa récompensée par plusieurs prix, dont un prix national Etuning. Etuneuse dévouée, merci. Elle aime épicer ses pratiques par de nouvelles expériences. Aïcha Haïfa, merci. T'as mon fait? Aïe, n'as mon fait. Donc, Haïfa, tu as le partage? Tu as ça, Sonia? Haïfa, t'as mon fait? Très bien. Au sol comme le partage. Aïe. Donc, Farhana Bach a déjà pu s'enchaîner comme le mashroa hedé, en ou en ou non à la discrimination, l'aile de tamiz. Mashroa a qadamné 5 esseva, men 3 doual. Donc, Sonia Sueri, la cofondatrice italienne Alessandra D'Alessandro, Haifa Majdoub de Tunis, Gaël Loubert de France et Lydia Nistor de Roumanie. Donc ça fait 4 lycées, 5 professeurs et comme le mashrou' de Madame Hamida Ben Aïcha, des femmes. On va tout accorder au féminin, voilà les 5 pays. Donc, moi, je suis en train de parler de la marche de l'Oula, qui est en train de faire avec les femmes, qui ont l'autorisation parentale pour les photos, qui ont l'alcool, qui ont l'alcool, qui ont l'autorisation photo. Kif kif marhalt la création du logo ou en bas le vote pour le logo li bchi kon dans le mashrou' khadmou le kol ala hadarna ma ba3na les partenaires un questionnaire avant projet ma3na fi le question khadmnih ala Google Forms bch nchoufou nsalouhom chno yistanew men mashrou' hada quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs inquiétudes, makhawefhom, etc. Donc, on a un questionnaire post-projet où on voit que c'est une forme d'évaluation indirecte. Donc, l'obligatoire, le projet. La particularité, c'est que le projet le projet. C'est que nous avons l'outil financier. الإنجليزية فريق يخدم بالفرنسية وفريق يخدم بالإنجليزية الكونتوني هو بيدو نفس الكونتوني تلاتة سيفا نخدمو بالفرنسي زوزة سيفا بالإنجلي نجتمعو مع بعضنا على فيديو كونفيرانس نتفاهمو شنو هما المراحل اللي باش نتبعوها ومن بعد نقسمو معناها نفس المحتوى لكن بلغتين معناها اللي هذايا اون بلوس بعد ياثر حتى في الديسيميناسيون يولي التاثير على اكثر عدد من الشباب في محيط التلامذه بطبيعه المشروع هذايا تابع البرنامج الرسمي للوزاره اون بلوس الحاجه الباهيه فيه ليله التمييز هذايا في برنامج فرنسي السنه الاولى à travers le chapitre Jeunesse sans frontières. Fesenethen yana toi mon semblable ou elle la femme et société. Fesenethel yana le droit à la différence, différence et tolérance. Donc vraiment, meshrour mani un thème elle est qariou fi presque l'awam elkol. وهي حاجة باهية على خاطر يلزمنا نعرفوا لي المشروع هذايا اللي عملناه في 2021 on a été obligé de s'arrêter un moment pour protéger le confinement. Ou ma kamelnech l'an, je kan tetfakrou.
وتلمذة دونك اللي قريتهم سنة ثانية الحمد لله جاءوا عندي سنة ثالثة ونجمنا نواصل المشروع معناها نفس التام وذيك علاش تعمل في عام ونص ببخي المشروع بديناه في مارس العام الأول ومن بعد كملناه العام الثاني بعد رجعنا بعد فترة الكونفينمان. الأوبجيكتيف برينسيبال نتاع المشروع هذايا هو لا توليرانس، صغيراتنا يواجهوا أنواع التمييز يوميا سواء هما مثلا يكونوا ضحية للتمييز هذايا ولا شهود على وضعيات فيها تمييز وإلا يكونوا من غير ما يشعروا مرتكبي التمييز هذاك. دونك حابين اترافير المشروع هذا يكون فما توعية، يكون مشروع توعوي ويخول لهم يعبروا على المشكلة هذية ونلقاو مع بعضنا مع التلامذة سورتو هما على كرياتيفيتي وأفكارهم نلقاو طرق ننشروا بها فكرة لا توليرانس، ما نحبش نقول التسامح، مش بريفير قبول الآخر، احترام الاختلاف. دونك كيفاش باش نوعيو لانتوراج، نوعيوهم هما برشا أنشطة مشتركة تعاونية لا كولابوراسيون باش ينميو الشعور بالانتماء، اللي احنا مجتمعنا كبير متنوع ونفهموا التنوع هذاك منبع ثراء ثقافي ومعرفي. دونك اخترنا برشا نشاطات ديز اكتيفيتي، كل اكتيفيتي عندها ان اوبجيكتيف بريسي. دونك باش نشوفوا نوعية النشاطات هذوما، ما نظمتهمش حسب معناها لو بلانينغ شنو عملنا في الاول، جمعتهم. دونك بدينا باش نبدا باللي فوروم دو ديسكوسيون، عملنا بلوزيور دو فوروم تري تري امبورطون. عملنا الفوروم الاول هو الفوروم اللي موجود على المنصة توين سبيس. دونك عملنا المنصة القديمة، عملنا الفورم الأول اسمه Science et Discrimination، طلقنا من كور ميتراج شريط روائي قصير. الفورم هذايا كيفاش معناها التلامذة باش وريناهم الشريط القصير هذايا اللي ما يفوتش 9 دقائق باللغة الفرنسية، بالطبيعة الأساتذة اللي نشطوا بالانجليزي ترجموه. بطبيعة قبل ما نوريهم الشريط خذينا الإذن من عند المخرجين متاع الشريط القصير هذايا ويعطيهم الصحة، هما زوز مخرجين كما تراوا عطاوني لافال، قالوا لي أوكي نخولوا لك تستعمل الشريط هذايا في المشروع إتوينينغ. الشريط هذايا اسمه جو سويز ان OGM، معناها أنا كائن معدل جينياً transformé génétiquement. القصة هذية دونك العنوان ديجا شوكان، القصة هذية تحكي على بطريقة فكاهية فريمون يعني بوكو دومور على التمييز. راهو كوبل مشاو يشوفوا طبيب، هما كوبل يحبوا يجيبوا صغير، دونك مشاو للطبيب يفون اون كوموند، معناها فريمون اون كوموند تجارة، كوموند متاع صغير. كيفاش المرأة تحب تجيب صغير معناها عنده دي كريتير معينين، خاصيات مثلا يلزمو يكون شعره أرطب أبيض منضبط ما يحسش أكثر من لازم، يكون عقلاني. دونك هي طالبت بصفات جسدية وسلوكية، وراو الطبيب يتعامل كأنه تاجر مش كأنه طبيب. وراو اللي التلامذة دايوغ وصلوا بالنقاش وكل وقت اللي سألناهم أسئلة اللي الصفات هذية معناها جسدية وسلوكية، معناها مش كان الجسد حتى في السلوك، والصفات متاع الطفل اللي باش يتولد بافيك دي ترانسفورماسيون على الدي ان على الجينيتيك تكون مبنية، معناها كانت مبنية على أحكام مسبقة، معايير وتصورات اجتماعية وثقافية محددة معناها من البو والأم، وتبيب يشجع فيهم والفكاهة، معناها فريمون لو سونس دو لومور ماروين زيدا، كونوا الوالدين هذوما البيدجي نتاعهم الميزانية صغيرة، معناها ما ينجموش يشريوا توت
toutes les spécificités les habouha عند الصغير donc فما vraiment حوار يضحك mais en même temps c'est pathétique شيء يوجع القلب معناها كيفاش يعملوا في كوموند على le futur enfant pas de surprise ma شخصيه معناها باش يكونوا هما صنعوها vraiment صناعه ومن بعد في الفورم انا ومي بارتنير خدمنا مجموعه اسئله والتلامذة يجابوا على الأسئلة هذيك ويعطيوا معناها يعطيوا رأيهم في الدماغش في الخطوة اللي قاموا بها الوالدين هذوما هاوما اللي هذايا الفورم نعرفش كان واضح لي ريفليكسيون تاع التلامذة والأسئلة دونك كيفاش يراو دونك الدماغش تاع لي بارون هذوما دونك الأسئلة كانت زاد على حرية الاختيار على كيفاش دور العلم حدود العلم الأخلاق في العلم وصار تفاعل بين التلامذة بين التلامذة اللي يقولوا عندهم الحق اللي بارون يعملوا هكاك والتلامذة اللي يقول لك لا ومعناها ils ont parlé de déontologie ils ont parlé de liberté de créativité وكان تفاعل حلو برشا عملوه بالفرنسي وان انجلي بالطبيعة الفورم الثاني اللي تخدم على سميناه mettre notre langue en question donc est-ce que لغتنا يلزمنا نتسائلو معناها الكلام اللي نقولو فيه به خايب etc donc طلبنا من التلامذة لهنا العائلة باش تدخل خاطر التلامذة قلنا لهم هما ما يعرفوش الأمثلة الشعبية التونسية الكل دونك باش يسألوا أوليائهم حتى لي غران بارون باش يسألوهم على الأمثلة الشعبية اللي فيهم مالوروزمون ديسكريميناسيون وقت اللي اقترحنا الفكرة هذه معناها que nos partenaires, que ce soit en Roumanie, en Italie ou en France, de faire l'alcool à la khater, effectivement, l'amphla charbia, quel que soit le pays, hein, l'Europe, les pays d'Afrique, d'Asie, etc., malheureusement, fi l'oratna fama amphla charbia, fiha barcha tamiz, discrimination, ou ketbohom l'amphla hezoma, tarjamnehom, وكيفاش معناها التلامذة إذا تشوكي فما أمثلة كانوا يعرفوهم أمثلة ما كانوش يعرفوهم وتشوكي وفهموا أكل بوان لغة لغتنا تنجم كيفاش تأثر على السلوك ولازم نردوا بالنا من الكلام اللي نقولوه من الأمثلة اللي نستعملوها خاطر التصورات اللي تجي في اللغة تمشي من جيل لجيل qu'on le veuille ou non, alors c'est un héritage linguistique et ils ont redoublé qui nous parle le rêve. Donc, je n'aime pas de l'activité l'activité Google Slides. Des recherches à la les grandes figures de la lutte contre la discrimination, c'est-à-dire les personnages iconiques, les fil-alam, qui ont lutté, les navlo, ضد التمييز بكل أنواعه. Donc, هنا كل تلميذ عنده سلايد يحط فيها الاسم وأصول وأعمال الشخصية اللي اختارها. Donc, بتبيع قبل يلزم يقرأ وشنو خدموا الآخرين باش ما تصيرش ريبيتيسيون ريدوندانس في لي بيرسوناليتي خاطر برشا بداو ومشاو طول نيلسون مانديلا اكسيتيرا تلمذتنا في تونس حاجه باهيه حاولوا يختاروا قبل دي بيرسوناليتي تونيزيان واذا ما لقيناش سايتي دي بيرسوناليتي عرب دونك اللي مثلا هاكا راهو طاهر حديد راهو خولك سيكسي دونك نتاع الناس اللي حياتها في حياتها ناضلت ضد أنواع التمييز وعملنا دونك خمسة مجموعات en fait تلامذة خاطر بحسب لي بيرسوناليتي دونك فما
عم مجموعة دي بيرسوناليتي اللي ناضلوا ضد التمييز العنصري. دونك لي فالا لي 5 فامي روتينو هذوما هما لي 5 عائلات. نقول لكم بعد علاش عائلات. دونك عائلة المناضلين ضد التمييز العنصري، عائلة المناضلين ضد العنف ضد المرأة، كيف كيف اللي ناضلوا ضد التمييز في الرياضة، اللي ناضلوا ضد التنمر وهذه حاجة مست ياسر تلامذتنا، واللي ناضلوا ضد كيف لو روجي الغزرة الدنيا للزانتيكابي للزانتيكابي فيزيك ومنتو. إيه لهنا هاو نشوفوا فيهم كيفاش نعرفش واضحة ولا يخدموا على تلمذتنا لهنا تساور تلمذتنا تلمذة في إيطاليا كيفاش يخدموا على السلايد. نعرفش نكبر بلك شي التصويرة شوية باش تظهر خير. أوبس. أوكي. هاي لهنا لفامي. ومن بعد عملنا بتساور هذوكم معرض وقتي هكا في لصقنا التصاور والنضال متاع الشخصيات هذية في المعهد. فما الحاجة البيت لمزة يقفوا وقت الريكرياسيون يقراوا اكتشفوا بعض الشخصيات اللي ما كانوش يعرفوها ويفرحوا وقت يكونوا الشخصية هذية نعرفها ويحكيوا مع بعضهم. C'était sympathique. Elle a eu son petit impact في le lycée. C'était qui fait Charles-Co. Petite exposition éphémère. Bah, je n'aime pas le nashat l'écher. Elle est à mal nafir Padlet. Encore un outil éthique. C'est à mal l'éthique. اي دون سو بادليت خدمنا على دونك في المرحله هذية عملوا تلامذة ريشيرش عبر التاريخ ريشيرش على الجودوران سميناها لي مور انتر لي مور دو سيباراسيون انتر لي زومان انتر لي زوم الجودوران التي تفرق بين الشعوب. كيف خدمه تشاركيه معناها التلامذة نتاع الدول المشاركه بي بارتنير الكل شاركوا فيها. دونك عملوا دي ريشيرش في التاريخ ومالوغوزمون حتى في الحاضر على الجدران اللي صنعها الانسان الحدود المبنيه على التمييز. اللي الجدران هذه عبر التاريخ شفناها فرقت الانسانيه سواء على اللون الدين الثقافه الثروه. دونك هذا الكل حكيوا عليهم علاش تعملت الجدران السيمور لا في العالم عبر التاريخ. دونك سيتي ان بوتي كلان دوي سور سيرتان بان دو ليستوار هومان. ما ننساوش بالطبيعه هذايا دونك سيمحوني بادليت الاورديناتور لحظه برك. Voilà, هذا كيفاش خدموا لهنا لي زيليف على البادليت ان ميم طون معناها جوجل ميت اي بادليت خاطر نحكيو ونكتبوا مع بعضنا تلامذة الدول في الثلاثه. من بعد خدمنا على حاجه ياسر مهمه وقت اللي نخدموا على في التوأمة الرقميه لا نيتيكيت الاتيكيت سور لو نت الاتيكيت. لهنا طلبنا من تلامذة هذه تصور من ايطاليا من تونس دونك ايدي بالتعامل على المنصه وعلى الانترنت بصفه عامه كيفاش القواعد الاحترام احترام الحياه الشخصيه التحقق من المعلومه منع السرقة العلمية توسكي بلاجيا أكل كوبي كولي الانتباه للأخبار المزيفة توسكي فيك نيوز هذوما والكلام الخطابات لو ديسكور اللي حرض على العنف والتمييز. ولهنا ربطنا بيان سور نيتيكيت بصفة عامة
مي زيد كيفاش انترنت سي ان اوتي مالوروزمون اللي نجم يحرض على التمييز والعنف. دونك يلزم نردوا بالنا نتاكدوا من المعلومه من اون بلونش با لا تيت باس هكاك نمشيو نبارطاجيو في معلومات ولا في اخبار اللي غالطه واللي تكون خطر على حياتنا وعلى حياه غيرنا. من حرمة الجسد. دونك لهنا التلامذة يكتبوا سونيا قصت لا بريزونطاسيون ابارامون الكونيكسيون قصت عندها باه مثالش دونك لو طون اللي ترجع مدام سونيا دونك باش نعاود نبارطاجي لا بريزونطاسيون ذكرهم بالفورم زيد امونه حطينا لكم في الشات الفورمز اي حاطين لكم في الشات بوكس الفورمز باش تعمروه ويعطيكم الصحه على دو بريزونطاسيون مدام حميده ومدام سونيا. بالحق شفت عليه مع الاخر معناتها مثال حي للدي بروجي بالحق معناتها ناجحين ويوريونا لي زيتاب الكل دو من الكونسيبسيون دو بروجي دو زيرو دو معناتها دو زيرو. بالحق يعطيكم الصحه حتى لين توصل للبرودوي فينال. برافو. دونك لو طون لي سونيا تدخل يعطيك الصحه مدام حميده تري بيان. دونك فما فورمولير ديفالواسيون دونك جوست باش تدخلوا على اللين في الشات بوكس باش تكليكيو على ستارت ناو وما يطلبش معناتها بعد الدقيقه ماكسيموم دقيقه ونص باش تعملوا الفورمولير ولا باش نحسنوا احنا نشوفوا احنا معناتها الفيدباك نتاعكم واذا كان فما نقائص نحسنوا في لا كاليتي دو نو فورماسيون ان شاء الله. ولا دونك تحددوا الديريكسيون ريجيونال ماتير انسيني وهنيا باش حطوا كومبيان ديتوال اكورديفو ا سيت فورماسيون ou le contenu de la formation, est-ce que c'est clair ou là, est-ce que vous avez maintenant idée sur les projets e-twinning à travers les deux exemples qui ont été arrivés avec Mme Hamida ou Mme Sonia. Aïe, j'ai Mme Sonia. Tasma Ophéa. اي نسمع فيك بس شويه من عرش تويكه تسمع فيا ولا اي نسمع فيك اي تفضلي مدام سونيا معنا نواصل اي عندك البارتاج ديجا جوست معناتها مازالت لك جوست ماكسيموم 5 دقائق مدام سونيا كان تسمح باش تكمل العرض نتاعك. يعطيك الصحة. سونيا عاود بارتاجي بارفي
سونيا إذا تتكلم مانيش نسمعوا فيك. لخاطر نراف الميكرو نتاعها الكلينيات وإحنا مانيش نسمعوا في الصوت. تسمعوا فيا؟ أي توا نسمعوا. لا مش نسمع فيك سونيا، لا فمش صوت. تسمع فيا؟ اي نسمع جوست في كلمة نسمع فيا. أبخسا قصت بو خرجت سونيا، أبخسا ما نسمعوش في الكونتوني دي لفورماسيون دوماج سونيا. أما محليا لبريزنتاسيون عاود ترجعت سونيا. الحمد لله ما نعرفش قصت الكونيكسيون، سامحوني جو تيرمين تري رابيدمون باش ما نضيعكمش برشا وقت. Sonia, بالاختصار على les activités principales, notamment le jeu de cartes ou le spectacle. نمشي طول الجو دو كارت. بون حبيت نقول اللي كلام دا وقت الكونفينمون عملوا مسرحيه وقدموها في المسرح نتاع حمام منف تحكي على الديسكريميناسيون. alors que le مشروع واقف وحدهم وحدهم عملوا سبيكتاكل بوينت كومان وعملوا زاد هذايا اسمه بوينت كومان. هما تلاملة على المسرح فيسا باش نعدي تصور. بعد voilà les photos بعد les coulisses tac 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 بعد عملوا un petit court métrage كيف يحكي على le harcèlement scolaire التنمر un petit court مزيان برشا. اما هذيا ماهمش دي اكتيفيتي كولابوراتيف بين تلامذتنا مش مع تلامذة الاخرين، هذيا عملوها وقت الكونفينمون. توا باش نمشي للرسمي لهنا سي لو برودوي فينال اللي خدمناه مع بعضنا. هذيا فوالا لو جو دو 5 فامي. دونك لو برودوي فينال هو عملنا ان جو دو كارت اسمه لو جو دو 5 فامي. هذاك علاش قبيله قلت كلمه فامي، مستلهم من لعبة معروفة في العالم اسمها لو جو دو 7 فامي. خدمناه بيان سور ان كولابوراسيون، سي ان جو بيداغوجيك نجمو دايوغ نستعمل فيه مثلا سنة في اول حصة وقت اللي نحكيو على التوليرانس. الديزاين عملوه التلامذة الكل مع بعضهم، فيه 30 كارتة مقسمين لخمسة عائلات، كل عائلة متكونة من 6 شخصيات. شخصيات اللي نازلو اللي هو نرجعوا للاكتيفيتي اللي عملوها تلامذة في السلايد، نازلو ضد انواع من التمييز في العالم. هذوما التقسيم بين لي زيكيب زيتي انترناسيونال، معناها في كل ايكيب نلقاو ايطاليان فرونسي تونيزيان، وخدموا كل واحد اون اكتيفيتي اللي على الديزاين اللي على التكست اللي على لي فوتو. ومن بعد فوالا لو جو خرج، هذا هو voici le produit entre leurs mains et ils sont en train de jouer. برشا جاو عملوا هلا قاعدين يلعبوا des jeux de 5 familles. لهنا notre partenaire من فرنسا غايل عرفت بالبروجي نتاعنا وقت اللي عملوا تدشين الحيط في البلدية بمناسبة الألعاب الأولمبية اللي باش تجي 2024. دونك حكيت على لو بروجي إتوينينغ، على الكولابوراسيون مع تونس، والشخصيات اللي دهنوها فوق الحيط هما تابعين البارتي نتاع لي سبورتيف اللي قاعدين ينازلوا ضد التمييز في الرياضة. دونك فوالا حكيت عليه لهنا. أليساندرا كيف في إيطاليا عطات تيموانياج مش عادي. دونك فوالا خاطر الوقت ما عادش سامحوني. اي فوالا تو سكي ديسيميناسيون لهنا وقت زياره الوزير بوغ في السيمينار اي تونيك. فوالا تلمذتنا
الوقت اللي خذا ولا الجوائز. فوالا نشكركم برشا وسامحوني على التعطيل، الكونيكسيون قصت. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة سونيا، محلى ميرسي عايشكم. كان تجموش يا حميدة وسونيا تبارتاجيو لي دو بريزونطاسيون في الشات بوكس، هذا بطلب الجمهور. اوكي بروبليم. يعطيكم الصحة. إذا عندكم أسئلة، إذا عندكم استفسارات، ولا معناها يوكا سوسي. أي ممكن أنا عندي سؤال. أنا عندي سؤال يا إيمان لو تسمح. أي مرحبا. سؤال الحميدة. حميدة يعطيك صحة ساعة على البروجي وليزاكتيفيتي وكل. حبيت نعرف خدمت بكو سبيس وأنت بروف دو فرنسي. معناتها يعني نورمالمون معناتها في العادة هكايا يعني ديما فما هكا اون فوبي للسادة اللي ماهماش ولا ماهماش اختصاصهم في مجال الإعلامية. كيفاش تعلمت كل صوتك يتكسر؟ عاودي يا ماني. قلت لك على لوتين نجم نسأله لنا السؤال يا هيفا. فهمت سؤالك. فهمت سؤالك. نعطيه لها حميدة. سؤال هيفا هو انك بروف فرنسي واستعملت الكوسبيسيس إيديو مع تلامذتك، كيفاش؟ نقطة استفهام. فسر لها يعني كيفاش. أنا إيجا نقول لك، أنا قلت من الأول. هو مش سمحني حميدة باش أكيكا نشوف التوجه، يعني هو راهو ماهوش هذه ستون تري بون شوز، يعني أنا جو فو معناتها ميتر ليفيدونس، يعني أنه معناتها ما يلزمش يكون عندنا كالفوبي من لي زوتي، جوست معناتها أنت يعني جو تنسيت أبارتاجي معناتها ليكسبيريونس نتاعك مع دوطخ زونسينيون اللي يمكن يكون هما عندهم أون فوبي أنهم يستعملوا دي زوتي هكا أن بو معناتها مش كلي ساهلين يعني. يعني باش يستعملوه. فهمتك مدام. انا قلت من الاول راني انا نحبهم الحكايات هذوما نتاع الانفورماتيك ونتاع الحاجات تو سكي معناها اون رابور افيك لانتيليجونس ارتيفيسيال وتو سكي معناها جديد. انا بالحق معناها سيتي معناها اون ديكوفير كي كو سبيس داير. قلت لفاطمه على الاول كنت خايفه منها، من بعد كيف خدمنا بها اني وتلامذه، حتى تلامذتي راهو بالنسبه ليهم كانت اول تجربه، اما كيف خدمنا بها راهي بالحق معناها اكسيسيبل اي على بورتي دو طول موند بالرسمي. اون فوا انت كيما قالت مدام لميا على الاول تقول اني نجم نعملها الحاجه هذيك بالرسمي راك تنجم تعملها. داير اني باش نقول حاجه اخرى مدام هيفا كونسيرنون معناها لي زوتي اللي نستعملو فيهم، راني كنت خايفه منهم على الاول، من بعد اون فوا جربناهم وكل اني توات لمرتي مثلا، ومش نقول لكم على تلامذه مش تلامذه عاديين، راهم تلامذه تروازيام تكنيك، واحنا نعرفوا ديما الفكره على التروازيام تكنيك والباك تكنيك كيف ان هما يكونوا، يعني معناها بالنسبه ليهم هذوما حاجات ما يحبوهمش وكل. اي بورتون سنا خدمنا خارج التوينينغ في الكور العادي، قراوا قصه وهما اللي خدموا مثلا بالكويز، هما اللي خدموا بالكاوت، وهما اللي جربوا لي زوتي اللي نعطي فيهم اني للتلامذه اللي خدمنا بيهم التوينينغ. فهمت شنو يعني؟ مثلا الكو سبيس راهي بالحق معناها اني ننصح الناس الكل تخدم بها، راهي حاجه جديده محلاها انك تصنع كيما صنعوا تلامذه معناها مدرسه فيرتويال هكا، والا مثلا لي زاسترونوت اني مثلا شخت على لي زاسترونوت كيفاش هكا الاسباس وكل، راهي ماهيش حاجه صعيبه بالعكس، ننصح الجماعه الكل باش يخدموا بها. نحب نعمل إضافة حميدة زيدة. بما أني أنا الفونداتريس دو سو بروجي ما خليتش لي بارتنير اللي معايا يحتاجوا معناتها المعلومات في على الأوتي، كل أوتي فيه تيتوريال، كل أوتي وبالذات الكوسبيسس خاطروا بالحق ماهيش منصة سهلة الاستعمال كما قالت هيفا. عملنا لهم فورماسيون أنا وزميلتي إسراء زيتون من الأردن، هي بروفيشنال على المنصة وهي أمباسادريس كيفيانا على المنصة، عملنا لهم فورماسيون معناتها اون لينيا للتلامذة مش للأساتذة، للتلامذة خاطر التلامذة هما اللي باش تخدم، وريناهم كيفاش يخدموا على اللوتي على المنصة هذيا. ومن بعد كيف خدمنا اونلاين، خدمنا يعني الفرق الكل خدمناهم اونلاين، وكل فريق مختلط فما سوبرفيزور عليه. شكون سوبرفيزور؟ يعني فما انسينيون
هو اللي لاهي. عملنا مثلا عملنا بال كيما نقولوا اونلاين كيما هكا، وجروبات جروبات، كل جروب في روم وحدهم بالمعلم نتاعهم بالسوبرفيزور نتاعهم هو اللي وجه فيهم في الخدمه هذيك، فهمت؟ دونك كانت خدمه رائعه جدا معناتها على فكره. اي بالحق برسمي كانت خدمه مزيانه بصح سيغتين مو. يعطيكم الصحه. برافو حميده، برافو فاطمه، يعطيكم الصحه. يعيش ميرسي، يعيشك. دونك في بالي كان عندكم دي كيستيون تجمو ترفعوا ايديكم ونحلوا لكم الميكرو اللي عنده تساؤل. او ميم طون كان تجمو شي تعملوا الفورمولير ديفالواسيون، سي تري امبورطون لينا احنا. ايمان عندي سؤال اخر انا. اي مرحبا، اول مره نرى الفورماتور هو اللي يسهر جديده هذه فازه جديده. دونك خلينا نشوفوا الساعه شكون اللي عندهم اسئله، كان ما عندهمش اسئله تو نسال انا سؤالي. خوله تفضل. خوله ثم دقيقه خوله تو نكتبي لك الميكرو. اي لأن هذه يا إيمان فرصة باش يعني نوضحوا برشا أمور ممكن توا هما سول شام مي إنو غيجيس با وإلا ما تجيهمش لا كيستيون، ولكن احنا نعرفوا أنه معناتها من خلال التكوينات اللي نقوموا بها فما برشا أسئلة تتعاود، دونك هذيك علاش أنا نسأل. لا لا بالعكس، فدلك بالعكس. بونسوار. بربي حبيت نسأل مدام بالنسبة للي بروجي إتوينينغ، كان اللي زنسانيون اللي في السكتور إتاتيك سون كونسرني أو بيان نجم واحد أنسانيون يخدم في السكتور بريفي نجم يعمل دي بروجي إتوينينغ؟ أي في السكتور بريفي تجم، في إيكول بريفي تجم، ولا كوليج ولا ليسي. ديجا البروجي اللي قدمته حميدة أنا شاركت به بإيكول بريفي معناتها كوليج بريفي وربح جائزة وطنية معناتها هذا سيت اون بروف. داكور مدام، ميرسي. تفضل. مرحبا مدام دليل. زادة دقيقة. تفضل مدام دليل، ميكرو عندك. السلام عليكم. مرحبا. انا من الجماعة اللي عندي فوبي من لي زوتي هذوما الكاوت والكويز نحب نتعلمهم بالحق، اما مانيش عارفه كيما نقولوا صينيه ولا باهي. انا جوست باش نذكرك بحاجه مدام دليل، احنا رانا نعملوا دي فورماسيون اون لين، ديرنيرمون عملنا فورماسيون على الكويزيس، زملائي مدام نجوى ومعاها مدام عايشه وجو بونس مدام لميا زاد عملوا فورماسيون على الكاوت اون لين، وفما راهو تسجيلات يتحطوا في الشين يوتيوب دي زامباسادور، وفما في لي زيتونور وفي لي بول دو شاك ريجيون. دونك اذا كان فاتتك الفورماسيون فما تسجيل تجم تتبعه. هذايا معناتها من ناحيه الايتوينينغ، احنا لي زامباسادور كيفاش نجمو نعاونوك ا ديستانس. وكهو معناتها اصعب الامور مبادئها، من بعد اين فوا تحاول من الاول من بعد تولي لك ساهل، ما في حد شيء، راهو الكاوت والكويزيس و بون بتات الكو سبيسيس سي اباس كوداش، مي كاوت وكويزيس وبادلات ومنتيمتر وسلايدو ماهمش صعاب، ما يطلبوش حق، ما يطلبوش برشا جهد، جوست على الاول صايب شويه وما بعد تو بعد يجيك ساهل. مدام دلال باهي، عايشه الله فيك. صح عايشه. باهي ملا، نسأل أنا سؤالي توا. تفضل مدام هيفا. سؤالي مرة أخرى، ممكن أنا على خاطر ما سألتش سونيا نسأل مدام حميد على خاطر نعرف أنا سونيا، أما حتى سونيا زادة بتتخ، خليني نبعد شوية على يعني معناتها اللي نعرفه نحسب روحي ما نعرفش، أما أنا ممكن باش نسأل السؤال اللي برشا ينجموا يسألوه توا. معناتها رينا اللي أنتوما تعملوا في أنشطة وفيها لي زورديناتور، فيها تلامذة تخدم في حاجات يعني ممكن لزوز أنتوما تقريو فرونسي ما هماش بالفرونسي، دونك كيفاش فوجيري معناتها لي زاكتيفيتي هذوما أنتوما وقت تعملوا لي بروجي نتاعكم؟
اسكو تعملوهم يعني في الكلاس اسكو كيفاش يعني معناها كيفاش نخدموهم باللونجلي مثلا يعني اي مثلا انت تقري فرنسي وسونيا تقري فرنسي ما نعرفش انا اسكو يعني عندك اكسي مثلا للسال فيها دي اورديناتور اسكو ما نعرفش انا تخدم في وقت اخر ولا في درس ولا عندك كلوب ولا اني اني باش خدمت معناها البروجي نتاع منا ولا حتى البروجي نتاع سنا معناها نخدم في الوقت اللي تلقى فيه سال نتاع الانفورماتيك ديسپونيبل يعني من نص النهار للساعتين نص النهار للساعتين لما ساعة ونص كي تلقاهم ديسپونيبل اما عملنا بما انه خدمنا معناها روتار شويه ما كانش ديسپونيبل وماكم تعرفوا يسكروا لي سال دانفورماتيك وكل دونك شنو نعمل نهز انا نهز الاورديناتور نتاعي عندي زوز اني واحد قديم وواحد اللي نخدم به هاني نهزهم الزوز وعندي تلميذه عندها اورديناتور نجيبوهم وناخذوا صالة والانترنت الحق من عندي معناها بالدوني موبيل متاعي وهذا كيفاش نخدمه فهمت كيفاش خاطر معناها إذا كاني مش نوقف على اللي صال دانفورماتيك مانيش مش النجم نخدم ماك تعرف ما همش ديما ديسبونيبل ويخدموا فيهم الباك انفورماتيك وكل شيء دونك ما يعطيهم الناش فهمت كيفاش عملناه ولا احنا خدمنا بالطريقة هذه وحتى سنة كيف كيف وكونسيغنو مثلا ليزاكتيفيتي اللي نخدمهم في القسم يعني اني نجيب الاورديناتور نتاعي وتلامذة يخدموا بنقول لهم نبعث لهم ميساج ونقول لهم جيبوا لي بورتابل نتاعكم ولا عنده اورديناتور يجيبوا للقسم ونسيب لهم انترنت من عندي خاطر لي سي الانترنت ما فماش معناها جوست معناها لي بوست نتاع الاداره وكل شيء دونك نعطيهم انترنت من عندي وبالطريقه هذيك نخدموا كونسيرنون لي زكتيفيتي مثلا البروجي عملناه وكان كله باللونجلي هو ما احنا شنو نعملوا في القسم نخدموا بالفرنسي ومن بعد كي نحضروا لي فيديو نعملوا تراديكسيون معناها سو تيتراج هكا من لوطا وكل شيء وفما دي فيديو اصلا التلاميذ شاخوا بهم انه هما خدموهم باللونجلي كيما مثلا لي بريزونطاسيون نتاع لي زيتابليسمون هما خدموها باللونجلي معناها بصواتهم سجلوهم فما مثلا في الكور سبيس كيف كيف في البيكستون والستوري جامبر كيف كيف معناها حتى في ليز اكتيفيتي اللي باللونجلي اني واحده من الناس اللي متي شيخو بيهم معناها ما لقينيش ديفيكولتي الحق خاطر ماكم تعرفوا توا جينيراسيون توا ياسر تحب لونجلي فهمت شنو دونك خدموا بهم خدموا باللغه هذيك معناها اي سي بيان دونك لهنا نراو كيف ما ذكرتوا قبيله هو الانترديسيبليناريتي اللي معناتها حكينا عليها في المعايير نتاع تقييم المشاريع التوأمه الرقميه معناتها متوفره في مشروع مدام حميدة وزادة كيف كيف متوفرة في مشروع مدام سونيا يعطيك الصحة مدام حميدة ومدام سونيا شكرا يا عائشة حبيت تقول معناها راوك نفس الشيء حتى احنا نبارتاجيو الكونيكسيون مع تلامذتنا لي سال دانفورماتيك نو سون با ديسپونيبل نوتر بروبر اورديناتور معناها الكلام اللي قلته الكل مدام حميدة ينطبق على اللي نعملوا فيه احنا زادة في الليسي فوالا هو خاطر الانترنت مش متوفره معناها ماكم تعرفوا مش في ليزيتابليسمون الكل موجوده معناها اكزاكتومون تري بيان يعطيكم الصحه شكرا هو ديجا هيفا لو فيت انه مدام حميده استعملت الكو سبيسز هذه ديجا دليل على الانترديسيبلينيتي مع الماتيير انفورماتيك خاطر الكو سبيسز اللي بازي سور لو كوداج واللي هو خاص بال معناتها بالديسيبلين انفورماتيك 8ام 9ام ou bien 7e ou 8e plutôt 7e 8e donc il y a déjà حاجه باه برشا وي جم حتى زاد ليسي معناتها حتى ليسي يلقى سهوله في ليوتيليزاسيون دو كو سبيس خاطر لي بازي سور دي بلوك ماهوش تكست اديتينغ معناتها عادي دونك برافو يعطيكم الصحه مدام حميده يعطيها الصحه مدام سونيا سونيا انا عجبوني برشا لي كارت كنت تجمشي تبارطاجي معايا جاتني ايدي الحقيقه في خدمتي ولا معناتها محلام ديك ميرسي بوكو يعطيك الصحه اي فوالا انا نشوف اللين ونبعثه لك سان اوكان بروبليم بالعكس في بليزير او كونترير ولا حب كيف كيف زاد نبعث يا اوكان سوسي وزاد ميساج المدام دلال كانت تحب تبعث لي بار ميساج بريفي تو جوست معناتها باش نتذكر تو نبعث لك لي زونجسترومون اللي عندهم علاقه باللي زوتي نوميريك تبدا بالكاوت الكويزيس البادليت اللي فما ان شاء الله مع لي زامباسادور اي توينينغ نبعثهم لك تشوف لي زونجسترومون وتجم تبدا بشويه بشويه فوالا ان شاء الله نكونوا ان شاء الله عامه الافاده ان شاء الله تكون فورماسيون مفيده للناس الكل ان شاء الله عطيناكم معناتها لمحه ومثال حي لدي بروجي بالحق ناجحين في اي توينينغ فرحانه برشا انا للكاليتي دي بروجي
يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة هيفا فاتوم. ماعرفش كان تحبوا تزيدوا حاجة هيفا فاطمة. يعطيك الصحة أنت أمونة. يعطيكم الصحة الكل. يعطيك الصحة هيفا. صوتي داعى بينا بزيان تكلموا انتم. يعطيكم الصحة الناس الكل، والله يعطيكم الصحة اللي شاركوا المشاريع متاعهم واللي حضروا معنا زادة كيف سختن ما ممكن أو بارتاجيو معاكم لي بريزونتاسيون ممكن سور لو شان تويكا يعني ممكن on ne réalise pas معناتها les activités وقت الواحد يحكي هكا بزربة وعندكم انتم les présentations ارجعوا وشوفوا les activités باش هكا تفهموا معناتها يعني طريقة كيفاش تكون فما عمل في طوق رقمية مشروع باش يؤدي في الاخر بالكل انه يكون عمل مميز ومفيد للتلامذة وحتى في الكوميونيتي متاعنا. فاطمة بربي كنت نجم تبارتاجي لهم انت اليوم تاع البريزونتاسيون. بون بعث لي تو نبارتاجيها مع باهي مش وقت ما داكور باهي اوكي يعيشك ميرسي. لو ليان دو ليفالواسيون لقيتوش باش نجاوبو؟ اي هانت نعاود نبعثو. داكور ميرسي. فوالا حطيته في الشات بوكس. انت مدام حميده كانت حابه البريزونطاسيون تاعك تحطها على درايف خاطرنا شفت اللي هي على الباوربوينت تحطها على درايف وجوست في الشات بوكس هذه تعاود ترجع معناتها للشات بوكس وتحط اليوم باش الناس اللي حضرت معنا في الروم هذه يجمو يرجعوا للديسكوسيون ويلقاو لي دو ليا. فوالا فوالا دونك هكا نكونوا يعطيك الصحه هكا نكونوا وصلنا لاخر داهي اوكي. دونك نجمو نقولوا لكم توا يعطيكم الصحه الناس كل على الحضور شكرا جزيلا على الثقه. دونك بون سواري و اتري بيانتو. تصبحون على خير ان شاء الله. لاباس فاطمه عيشك يا حميد.